اعتقد الجزئيه بتاعت البطاريات الحمد لله انا شرحتها. شرحت ايه الفرق بين البطاريه؟ عباره عن مش عارف انا بعمل حاجه بيسموها ايه؟ بعمل باكج كده او بعمل سنترال باتري بركب شويه بطاريات جنب بعض بوصلهم توالي وتوازي خلاص عرفنا الدنيا ماشيه ازاي. بيبقى في طرفين بوزيتيف ونيجاتيف. الانواع دي بتبقى من الليد اسيد. ليد اسيد في على فكره حاجه مهمه جدا عايز اقولها. في كتاب انا ارسلته النهارده على الجروب اسمه الطاقه الشمسيه او الطاقه الكهروشمسيه. ده كتاب تورس مع كاميليا محمد. كتاب ده ممتاز. عايزك تزود على السلايدات اللي انا عاملها دي الجزء بتاع البطاريات من هذا الكتاب. بص ادي شكل الكتاب اهو اسمه الطاقه الكهروشمسيه دكتوره اسمها كاميليا محمد. هنا بدا يتكلم على السولار بالتفصيل والدنيا بتاعته ومين اللي اخترع اصلا الموضوع وبدات ازاي فكره الطاقه الشمسيه في العصور وخطوط الطول ودوائر العرض والكلام ده اللي بنشرحه بكره. كلام سهل جدا مش هندخل فيه ديبلي لان في برامج بتعمله زي برنامج الكريشن اللي بنطلع بيه. في شابتر هنا ما اعرفش انا عايز اوصل ليه. في شابتر هنا موجود خلاص او تبحث كنترول اف. اعمل كنترول اف صح؟ بص كده يا معلم ادي بطاريات طاقه شمسيه. احنا قلنا ايه الفرق بين بطاريات طاقه شمسيه وبطاريات سولار؟ تمام. دي دي او دي ايوه الديس اوف ديس تشارجنج والستيت اوف تشارجنج. هنا بيقول لك ادي البطاريات ودي شكلها احنا عارفينها عباره عن بوزيتيف ونيجاتيف قطب سالب وقطب موجب وبيبقى في ماده اللي هي الالكتروليت في البطاريات السالب. تمام. طيب انا عايزك تحفظ الكلمتين اللي جايين دول. صم البطاريات اللي احنا بنشتغل عليها في السوق حاجه بيسموها ليد اسيد باتري. ليد اسيد ليد اسيد ال ايه تمام ليد اسيد. يبقى دي بيسموها البطاريات من النوع الحمضي والالواح الرصاصيه اللي هي الليد اسيد. في نوع تاني بيستخدم النيكل كادميوم. يبقى البطاريات يا اما ليد اسيد يا اما نيكل كادميوم. خلاص بيبقى البوزيتيف مثلا نيكل والنيجاتيف كادميوم. بيبقى هنا ليد اسيد الاثنين رصاص بس واحده واحده بوزيتيف واحده واحده نيجاتيف. اللي يهمني في اي بطاريه طبعا يقول لي هنا الجهد اللي هو الستاندرد في الطاقه الشمسيه 12 24 ماشي. اللي يهمني برضه في البطاريه الكلام ده قلنا هي عباره عن وات وامبير وهم خلاص مش حكي تاني. اكتب بقى اهم حاجه الباتري كاباسيتي. الباتري كاباسيتي اللي هي سعه البطاريه دي تقاس بايه؟ بالوات اور او بالامبير اور. احنا بنقيسها يا اما بالوات يا اما بالامبير لان انت عارف العلاقه بين السي اي في بي. فبنقيسها بالباور اللي هي بالوات او بالامبير ككرنت لان الجهد خلاص احنا قلنا ايه يا 12 يا ايه يا 24. فبنقيسها ازاي هنا؟ بالامبير اور. بنقيسها بايه؟ يبقى انت لما تروح تشوف بطاريه في السوق هيقول لك البطاريه دي 150 امبير اور 200 امبير اور. تمام. يبقى الكباسيتي تقاس بايه؟ البدل الكباسيتي تقاس بايه؟ بالامبير اور او بالوات اور. زي ما انا سالت في اول مره هل ينفع اقول الموبايل بيشتغل معايا مثلا لمده 10 ساعات والاجابه دي تبقى في كل الاحوال صح؟ قلت لك لا حسب الاستخدام. فهو هنا بيشرح لو انا عندي بطاريه اللي هي دي هوصل عليها ثلاجه. الثلاجه دي 60 واط تمام؟ تقدر تشتغل 20 ساعه لان هو هنا قايل لي البطاريه ساعتها كام؟ 1200 واط. يعني نفس البطاريه اللي هي 1200 واط تقدر تكفي الثلاجه 20 ساعه. طب التلفزيون ده الوات بتاعه اقل يبقى تقدر تكفيه 48 ساعه. طب لو لمبه تمام تقدر تكفيه 100 ساعه. يبقى انت بتسحب من البطاريه المصدر حسب قيمه السحب تمام تقدر تكفيه كام ساعه. ولذلك احنا قلنا الفرق بين الباور والانرجي. خلاص خلاص. فبيقول لي ايه؟ بيقول لي مثلا في قصه الامبير اور لو انا عندي بطاريه سي مكتوب عليها 19 امبير اور دي معناها ايه؟ دي معناها ايه؟ ان البطاريه دي اقدر افرغها او اشحنها بواحد امبير لمده 19 ساعه. يعني لو بشحنها على البطيء بدخلها امبير واحد لمده كام؟ 19 ساعه. او اقدر في ساعه واحده اشحنها كلها او اشحنها افضيها كلها. ازاي؟ ان انا بعملها مع 19 امبير.
كده كده انت امبير اور، فانت لو ظبطت الامبير زي ما شرحت في قانون ال 100 ده مش ال 100 7 في 100 2 في 5 عكسي، فيا اما تزود الامبير الريت ولا هو دي فكره الشواحن السريعه اللي بيعملوها في الموبايلات، يقول لك شاحن ده سريع ومش سريع، هو بيلعب في قصه التايم بيديها، ولذلك انت الكونكشن اللي احنا بنجيبه بيركب في السياره ده مكان الولاعه بيلاقي مكتوب عليه مثلا ايه بيشحن ب 2 امبير وواحد ثاني بيشحن ب 1 امبير في الوصله دي 1 فاصله مش عارف كام في نفس الوصله، ده بيعمل ايه؟ بيلعب في التايم، ويبقى الكونكشن ده نفسه بيستحمل 1 امبير والكونكشن ده بيستحمل 2 امبير بس. انت فهمت اللعبه؟ طيب انا عايز ايه تاني من الكتاب بتاع الدكتور كاميلي؟ اهو بيوريني الشكل، بيقول لي انا عندي سوكت مبسط، ادي لوح شمسي وادي شاحن وادي بطاريه وادي انفرتر، رحت السوكت هنا اي سي خلاص، وبيوريني الشكل ده كدايجرام موصلهم ازاي والبطاريات على التوالي والتوازي والقصه. انا اللي يهمني عايز اوصل اهو، ادي الديب سايكل باتري خلاص عرفنا ميزه البطاريات، عايز اوري لك بس الكلام اللي شرحناه قبل دي انا جاي من فين. البطاريات اللي بتشحن الديب سايكل باتري قدرتها على الشحن والتفريغ بنسبه 90 او 95%، تصل كفاءه الشحن والتفريغ الى 90 او 95%، اقدر افضي 95% منها تمام، واقدر اشحنها تاني وهكذا. وده الكيرف، في كيرفات بتحكم لي عمليه التفريغ. تعال نفهم الكيرف ده ايه. عمر البطاريه بيقاس بالسايكل اللي هو ايه؟ ايه السايكل؟ عدد مرات هي فضيت واشتغلت كم مره؟ لو انت مهندس كهرباء وبتعتمد مثلا مفتاح كهرباء. مفتاح الكهرباء ده بيقاس بعدد المرات اللي انا اقدر اعمل اون اوف. في كونتاكت جوه صح؟ مره بيفصل مره مش الكوبس اللي احنا بندوس عليه ده الوان جانج بتدوس كده اثنين حاجتين بيلمسوا وبيفصلوا. يقول لك المفتاح ده يقدر يعيش 10,000 سايكل، 10,000 مره اون اوف. فالبطاريه بتتقاس بالسايكل. عدد مرات الشحن والتفريغ. الكيرف ده معناه ايه؟ هو ده اهم كيرف تقريبا اللي هو بتاع التفريغ اللي هو الديستشارج. ده معناه ركز معايا. وهو ده اللي خلانا احنا رحنا البطاريات الديب سايكل والبطاريات بتاع السيارات ما تنفعش. بص على الكيرف. تخيل كده عمق التفريغ بفرغ لحد 10% زي تحت السياره. همشي كده تمام؟ هخبط في الكيرف. هلاقي الرقم ده يعيش معايا لحد كام؟ 5,000 سايكل. تخيل ان دي بطاريه طاقه شمسيه، السايكل في يوم. يعني ايه السايكل في يوم؟ يعني انا بشحنها بالنهار ادي شحنت وبفضيها كلها بالليل. يبقى ال 24 ساعه عملوا ايه؟ سايكل واحده. فانا هنا لو انا هقدر البطاريه دي اضمن ان معدل التفريغ او اقدر افضي منها 10% بس تعيش 5,000 دوره، 5,000 سايكل. تمام؟ خش على النقطه اللي بعديها، خد النص. لو رحت انا خبطت كده في الكيرف الاقيها اقل. شايف اللي كانت تعيش 5,000 يوم قلت لخمس، هتعيش 1000 يوم، 1000 يوم يعني 3 سنين مثلا. تمام؟ طب لو نفس البطاريه اللي بتاعت السياره فضيتها ب 90% مثلا هتلاقيها تعيش 300 يوم. يعني انت كان ينفع اروح اجيب بطاريات سيارات واحطها في الطاقه الشمسيه. تمام؟ تعيش معايا مثلا 3 4 شهور 5 شهور. تمام؟ وتلاقي البطاريه ايه؟ خربت، فعايز اغيرها. وده بيتنافى مع شغل الطاقه الشمسيه، لان احد مزايا الطاقه الشمسيه الالواح اللي انت بتشتريها دي الورنتي عليها بتبقى 10 سنين وعلى التشغيل لمدار 25 سنه ضمان. يعني ضمان الالواح الشمسيه الورنتي 25 سنه. اكبر نقطه ضعف في منظومه الطاقه الشمسيه البطاريات. فانت لو رحت جبت بطاريه مش ديب سايكل، مش بطاريات شحن عميق يعني اقدر افرغها واشحنها بمقدار كبير 80% 50% 90% هتروح تلاقيها لو انا البطاريه دي هي اصلا 10% بتفضى منها اللي فوق دي وشغلت افضي 80% مش هتعيش 300 سايكل وتموت. اما انا لو شغلت واحده بتقدر تشتغل ديب سايكل اقدر اعيش عدد من السايكلز كبير. تمام؟ فهمنا كده؟ انواع بطاريات الطاقه الشمسيه، احفظ الاربع حروف دول بيسموها اف ال اي او بيسموها فلوتد سيل ليد اسيد. احنا قلنا النوع اسمه ليد اسيد اللي هي بطاريات ايه؟ الرصاص، القطبين مفتوحين من الرصاص. تمام؟ دي بيسموها بطاريات حمضيه ذات الواح رصاصيه مغموره. دي بيسموها هتلاقي على البطاريات بتاعت الطاقه الشمسيه مكتوب عليها كده اف ال اي. تمام؟
فلودد سيل ليد اسيد، البطاريات الحمضيه ذات الواح الرصاص المغلوطه. طيب هذه اللي الان نستخدم، هي اللي بتستخدم الطاقه الشمسيه او بيسموها ايه؟ يا اف ال ايه؟ يعني بيسموها مين يا باشمهندس؟ ركز معايا. فالف ريجوليتد. غالبا التصنيف اللي فوق ده هو التصنيف العام اف ال ايه؟ بطاريات الطاقه الشمسيه بنسميها بطاريات الفي ار ال ايه. يجي لك في الـ في الـ في, في, في الامتحان ولا في الانترفيو يقول لك البطاريات بتاع الطاقه الشمسيه نحويه، تقول له بطاريات رصاص مغمور. معلش اللي فوق دي بطاريات رصاص مغموره في سائل في ليكويد، دي بطاريات الرصاص غير المغموره بيسموها فالف ريجوليتد ديب اسيد. نوعين هما، يا مغمور في ليكويد يا غير مغمور. الغير مغمور ده معناه مغمور بس في حاجه مش ليكويد مش سائل. احنا مشكلتنا فين في موضوع البطاريات بالبلدي كده؟ مشكلتي ان انا لما اصنع بطاريه في امريكا ولا في اوروبا ولا هنا في السعوديه وعايز انقلها في مكان تاني، مشكلتي ان السائل اللي جوه ده ايه؟ بيتحرك. فانا ممكن في عمليه النقل يحصل تفاعل بين الجزء اللي هو بيتحرك ده ويطلع الليكويد ده منها. فقال لك احنا طب عايزين نحول شكل الليكويد ده لحاجه ثانيه، تمام؟ فراحوا حطوا حاجه بيسموها سيليكا جيل، حاجه عامله زي الجيل كده، يحطها داخل الالكترولود ده او الالكتروليت ويحولها لحاجه ايه؟ عامله زي المطاط كده، جيل، عامل زي جيل، مش ميه، مش سائل. فراحوا سموا البطاريات بتاعت الطاقه الشمسيه بطاريات ايه؟ بطاريات الجيل. مره الناس اشتغلت في السوق حتى في البطحه، يقول لك بطاريات الطاقه الشمسيه اسمها بطاريات جيل. هي البطاريات دي نوع من انواع بطاريات الرصاص غير المغمور، او بيسموها فالف، هو مغمور بس ايه؟ الماتيريال نفسها اختلفت. فالف ريجوليتد ليد اسيد. VRLA Bulk Regulated Lead Acid. هو عمل كل حط مادة خليط من المية وحمض الكبريتيك وجسيمات السيليكا دي لما اتحطت في المكون ده عملت السائل كده هلامي أو على شكل جيل بحيث ما يتحركش. في منها ثلاث أنواع، في منها ثلاث تصنيفات. في نوع اسمه الويت اللي هو المبلل، وده بيفرق معاك حسب عمليات الشحن والتفريغ. حتى التصنيف نفسه في تصنيف البطاريه دي تقدر تعيش 500 سايكل 1000 سايكل 300 سايكل بناء على الكيرف اللي هناك، تمام؟ الويت بتعيش عمليه تفريغ 500 مره، تفريغ عميق لحد 80%. يعني انت لو عايشت او فضيت لحد 50 تعيش اكتر من 500، تعيش 1000 مثلا، تمام؟ دي مصممه الويت، مصممه للاغراض الملاحيه، يعني لو في سفن ومش عارف ايه والبتاع ده بيستخدموا فيها الويت تايب. اللي احنا بنشتغل عليهم الاثنين دول حاجه بيسموها اي جي ام والجيل. اي جي ام معناها ابزوربنت جلاس ميد، نوع الماتيريال اللي بيحطوها من السيليكا جيل بيسموها النوع اللي بيسموه امتصاص حصيره اسفنجيه، نوع من الجيل بيسموه ابزوربنت جلاس ميد اللي هو الحصيره الاسفنجيه، بتمتص الليكويد ده وتتحول لحاجه عامله زي الاسفنج. بيسموها ايه؟ اي جي ام. النوع الثاني المشهور اللي هو بيحط السيليكات بيور بيطلع نوع اسمه ايه؟ جيل. يبقى بطاريات الطاقه الشمسيه اسمها ايه؟ فالف ريجوليتد ليد اسيد اللي هي غير حمضيه. في منها نوعين احنا بنستخدمهم، يا اما جيل يا اما مين؟ الاي جي ام. واحنا عرفنا يعني ايه جيل واي جي ام. ممتاز. بعد كده بنتكلم بقى على بطاريات النيكل كادميوم، وده بنحط رصاص، احنا اللي فوق كان ليد اسيد رصاص. هنا بنحط ايه؟ نيكل كادميوم. وبعد كده بيقول لي والله في بطاريات بتبقى طويله كده شويه اللي هي بيسموها تيوبلر ليه، وفي نوع مسطح اللي هو مربع. يعني البطاريات ممكن تلاقي البطاريه دي عباره عن مكعب او تلاقيها عباره عن ايه، في جزء طولي منها. فده حسب نوع السيل اللي هي اللي موجوده داخل البطاريه دي. حته ما تهمناش قوي يعني، بس انا حبيت اعمل لك فوكسنج على البطاريات من الكتاب ده لانه كتاب مهم، وطريقه التوصيل اللي هي التوالي والتوازي وازاي احصل على جهد اكبر او تيار اكبر والكلام ده. خلاص؟